كبيره واعره الشوكه قديمه هذه حره وكلها بالروزه، ولكن راه ثقيله تبارك الله ما شاء الله. هذه قديمه هذه بالروزه حره، كاين كدير 4 مليون و 3000 درهم، 34 43 الف اورو، هذا الشهر الرجيم 4300 اورو نسيت. ااا 46 الف ريال، 4300 اورو اللي داير هذه الشوكه هذه غزال، هذه كتحمقت بوندونتيف هذه، هي الا بغات شي وحده الروزه حره والشوكه قديمه. كاينه هذه عندي واحد الرادكو، واحد الرادكو شكون اللي سولني على الرادكو، ولكن الرادكو جديد، ها هو هذا الرادكو من الجداد ولكن عريض، الثمن ديالو كيدير 17600 درهم، 1760 اورو، جا مليون و 152 الف ريال. هادو من هادو الجداد اللي كاينين دابا الاخرين، ها هي الثمن ديالو 17600 درهم، 1760 اورو، مليون و 152 الف ريال، مليون ونص و 52 الف ريال، ها هي غليظه من هنايا ورقيقه، ولكن كلها ذهب ما فيها لا حجر لا والو. هادو من الجداد اللي خارجين دابا الجداد، كاينين هادو، كاين واحد لونسومبل زوين البنات، ها هو اللي كتبغي لونسومبل البلدي، ها هو زوين لونسومبل كامل كيدير 19000 درهم، 1900 اورو، مليون و 182 الف ريال، 1910 اورو، ها هو لونسومبل زوين كله مخرم وخفيف وديال ديما، فيه البراسلي الخاتم الحلقات والكولي ديالو، 1960 اورو، 1910 اورو، مليون و 182 الف ريال، 46 الف ريال، و 4 مليون، هذه 4 مليون و 3000 درهم، 43 الف درهم، 4300 اورو، قلت لك يا ويلي يا ويلي حلو البحر هادشي بعدا، بغوش واعر واعر، ها هي كاين هاد الكولي هذا، إلا بغا شي واحد ها هو كاين. ها الشمار ها اللي بغات شي شمار، ها اللي بغات شي شمار تاخذ هذا الشمار، هذا راه واعر هذا الشمار، بلاتي ندير لكم التاج باش مول التاج يسخن شويه ديك الله فات. وقلنا لك ديري ما بغيتيش نجي معاك التاج انتيا، ولا انت ولا سكان جي سكان ديال التاج، عافاك عطيوني الوزن مع الثمن. ها الشوكه هذا تبيعه واعر، هذا الشوكه هذا كاين الصغير والصغير والكبيره. ها انت عندي واحد الكوليات واعرين الكوليات، ها انت كاين هاد الكولي هذا تا هو واعر، ها كولي فيه الحجر خضر وكله مخرم زوين، هذا فن هاد لونسومبل هذا، والثمن ديالو في كيدير ولكن ثقيل كيدير 95 الف د... خمسة و... فيه 95 غرام فاصله تسعود، كيدير 50 الف درهم، 5 مليون، ولكن لا اونسومبل شوف مغلف من اللور، ها انت كله مغلف، هذا ثقيل الميزان ديالو فيه 95 غرام فاصله تقول 96 غرام، ولكن راه خدمه فيه ممتاز هذه الخدمه هذه، ها هي كيدير 5 مليون، 50 الف درهم، 5000 اورو، ها هو كولي الحلقات والبغاستي ديالو، ها البغاستي ديالو تا هو مغلف، ها شوف كيداير الخدمه فيه واعره، هذا البراسلي قاصحه ما يتبون بهم والو حيت صحيح، المهم كيدير 5 مليون، 5000 اورو، قرب خاتم ديال الانسومبل، فين خاتم؟ واخا تيكون ديال غير دابا ديال الوقت، ماشي مشكل غندير، حتى انا غندير عملية تجميل، كتعرف اش كدير عملية تجميل؟ ها؟ كامل؟ انتوما باقيين صغار، انا اللي شربت. ها انت كاين هاد لونسومبل هذا بالروزاس، هذا هاد لونسومبل زوين، هاد لونسومبل هذا بالروزاس كيما فيهش الثمن هذا ديالو، هذا عقلتي تا ها هذا بالروزاس، هذا انا نقول لكم الثمن ديالو، هذا غزال تا هاد لونسومبل هذا، الله يبارك فيك اختي نعيمه مرحبا بك، انا نقول لكم لونسومبل الثمن ديال هذا، عندي واحد ديال لارافينيتي تا هو لونسومبل، ها هو اونسومبل هذا كيدير 17000 درهم، 17500 درهم ديال رافينيتي دوزيام، كلشي دوزيام كاين باقي جديد، كاين هذا السطوار لي بوكل باغ والكروميت ديالهم لونسومبل كامل، ياك هذا اونسومبل كامل، الشمار اختي هذا الشمار، الشمار الله ما عرفتش نشوف لك الشمار هذا شحال داير،
مرة عندي جوج، كاين هذا وكاين واحد اخر بلاتي. فين هو الثمن ديالو؟ هذا كيدير 18 مليون و 4000 درهم. 18 مليون 18 فورو و 400 اورو اللي يدير هذا الشمار. هذا كاين هذا وكاين هذا واحد اخر حتى هو. عندي جوج شمارات، هذا كيدير 13 مليون و 6000 درهم. 13 فورو، ها هو 13 فورو هذا. هذا بلدي. ها هو 13000، 13 مليون و 6000 درهم. 1000 ها هو الشمارات، كاينين جوج ديال الشمارات. كاين هذا اللي فيه الروزه وكاين هذا. هذا قلنا الثمن ديالو مليون و 150 الف ريال، 1500 1750 اورو. ها نشوف الا كنت قلنا نشوف الا ما تباعش. وبلاتي باش نقول لهم هذا، ها انت هذا، هذا عندي السيده بغات لك ولي عند عمر ياك. الا كانت شي وحده بغات البراسلي ولا شي وحده بغات لي بوكل ولا الخاتم، نقدر نفرقهم، نقدر نبيع البراسلي والخاتم، نقدر نبيع الكوري بوحده، ولا بغات الكوري ولي بوكل راه ماشي مشكل. ولا كانت شي وحده بغاتو كامل هي الاولى، نقول لكم الا كانت شي وحده بغاتو هي الكامل نبيعو لها. ما كانتش كانت شي وحده بغات الكوري بوحده نبيعو لي بوكل ديك الساعه، المهم نفرقهم ماشي مشكل. شحال؟ 92 غرام 59 ولاتي 92 غرام 59500 درهم. هذا ثقيل، هذا فيه 92 غرام، ولكن هذا كله بالروزاز وباقي جديد. لا الموديل جديد 59500، 59500 درهم. بغيتيه كامل 5950 اورو، قلت تقريبا 6 المليون. هو هذا ديال الرافينيتي، ها الرافينيتي هذا شي كتبتي بغيتي مزيره عندك اليوم ماشي هذا يم هذا. ها انت هذا ديال الرافينيتي هذا، ها هو هذا. واش هذا شيم بوحده؟ شحال؟ 17. هادي هاي 17600 رادكو. ها هي كاين هذا السطوار، قلنا هذا الروزاس، ولكن هذا زوين، هذا زوين زوين بزاف كل ديال السطوار. ها هو كيفاش داير من اللور ديالو، ولكن كولي غزال تبارك الله ما شاء الله. ها هو هذا اللي كيبغى ديال التيركو، كاين ديال التيركو تا هو زوين. هذا ها اللي كيبغى الديزاين هذا ديال التيركو، الثمن ديالو هذا كيدير قد دير لي الثمن هنا كديروا لي لا ماشي مشكل. هذا كيدير 34800 درهم. عندنا كيكون هنا 3 المليون، 3 المليون و 96000 ريال، 3480 اورو، 3480 اورو. ها هو الانسومبل كامل، زال هاد الانسومبل هذا بحال البيس دابا ما كتلقاهمش. دابا هادي الا بعتو ما غنلقاش وما يمكنش يتخدم. ها هو هذا الانسومبل كامل. هذا عندي واحد الحلقات ديال اللويزات بالروزات، هادو غطيرو بهم. هادو ها هو الثمن ديالهم كيديروا 13000 درهم، مليون و 60000 ريال. فيهم بالروزة حرة، وفيهم الروز، وفيهم اللويز القديم الحر. الثمن ديالو كيدير 13000 درهم، مليون و 60000 ريال، 1300 اورو. ها هو 1300 اورو. فيهم التسداده هذه اللي فيهم، ها هي التسداده، مليون و 60000 ريال، 1300 اورو. ها هو مليون و 60000 ريال لونسوم لي بوكل ديال. عندي واحد السطور واعر ديال سميتو، ها هو ولي بوكل ديالو. ها انت السطور ديال البنك هذا يلاه خديتو اليوم، ها هو هو ولي بوكل ديالو سهل. ها هو السطور بالنواف ياك، ها هو وها لي بوكل ديالو. السطور ولي بوكل كيديرو 18000 درهم، 1800 اورو، مليون و 160000 ريال. مالك الشمار كاين واحد 18 مليون، وكاين واحد كيدير 13 وشي حاجه. ضروري ضروري نقصوا شي حاجه، تبدا نقصوا شي حاجه. هذا اي واحد فيهم راه واحد ب 13. ضروري ضروري ان شاء الله ديروا شويه. ها انت كاين هاد الحلقات غزالين، هاد الحلقات هادو كيجيو بحال هكا الديزاين ديالهم زوين.
ها هما الثمن ديالهم قلنا شفتي حلقات ديال لويزا هما نعاود نوريهم لك هما هادو ها هما يلا دوزناهم ها هما الحلقات ها هما شتيهم ها هما الحلقات ديال لويزا السطور راه هو هذا السطور ها هو السطور بالنسبة اللي بغاه الثمن ديالو كيدير 1800 اورو مليون و 160 الف ريال صافي ان شاء الله ها هما الحلقات الكوثر نقولي لي يا سمح لي كومونتير ما شفتش حد ديرو كومونتير الله يعطيكم الخير المهم هادو دوزناه حلقه دوزناهم دو الشمار اختي الشمار عندي جوج ديال الشمارات جوج مليكة كاين اختي واحد كيدير هذا كيدير شي 18 مليون هذا هذه فيليبيز ديالو ها هما لي بيز ديالو راك ها هما 18 مليون وهذا 13 مليون وشي حاجه هذا كيدير 13 مليون شحال 13 و 6000 درهم 13 مليون و 6000 درهم 13 فورو الا بغيتي راه ما صورتهمش ما حتيش في الجروب هذا ايوا علاش اختي هادشي صورهم نحط في الحال هادشي كيف فين غتلقاهم واش غتلقاهم مازال عمر هذا اخي لا قطعهم شوف خد تسال عليهم المغرب كامل عندي واحد الفان كليف ها هو هاد الفان كليف هذا كان الفان كليف قياس 6 اللي عندها قياس 6 زوينه هذا قاصحه ما كيتمو بها ما والو الثمن ديالو كيدير 7000 درهم 7000 درهم 700 اورو هاو مليون و مليون 140 الف ريال 7000 درهم هاو 7000 درهم 140 الف ريال كاين هذا كيدير 8150 درهم 815 اورو 183 163 الف ريال ها هما هادو كاين هذا الثمن ديالو كيدير 5100 درهم 510 اورو 5100 درهم هذا رومين هادو كلهم رومين اللي كنوريكم كاين هذا اوغوز كيدير 4300 درهم 430 اورو 4300 اي نوا هذا 4300 درهم 430 اورو 86 الف ريال هاو 86 الف ريال كاين هذا الثمن ديالو 5300 هذا اللي فيه حجره 5300 درهم 530 اورو هي باختي الا بغيتي تدخل دايرين حنا الجروب في الواتساب عندنا الجروبات في الواتساب بزاف ديال لي جروب في الواتساب فيهم بزاف ديال العيالات كنديروا اللي بغى تدخل معنا في الجروب كتصيفط الميساج في هذوك النوامر اللي عندنا لتحت ياك وكتقول لنا دخلنا غير الجروب حنا الجروب كنصوروا اي حاجه شريناها كنصوروا كنلوحوا في الجروب الا عجبتك شي حاجه انت في الجروب كاين الناس اللي ما كتسالف مثلا لايف كاين الناس اللي ما كتقدرش تشوف اللايف كامل وممكن تشوفي غير التصاور مثلا اللي كاين الا عجبتك شي حاجه كتواصلي معنا كتقول لنا مثلا خلي لي هذا فهمتي هذا دايرين جروب في الواتساب كاينين ديال الديامون وكاين ديال الهميزات دوزيام هذا الثمن ديالو كيدير 5300 درهم 530 اورو 106000 ريال كاين هذا الثمن ديالو كيدير 7800 درهم 780 اورو 156000 ريال هاي هذا زوين هذا ما فيه لا حجر لا والو عندي واحد السرتله ديال الليبرا ها هي السرتله ديال الليبرا ها هي كبيره القياس ديالها السرتله ديال الليبرا قياس ديالها 7 ها هي ديال الليبرا اللي بغات قليل في كيطيحوا هادو قياس ديال هاد القياسات هادو ديال الليبرا الثمن ديالهم كيدير 4042 الف درهم 4 مليون و40 الف ريال شبا كنبيعوا الجرام اختي الجرام مليكه كلشي حنا هادشي كنبيعوه الجرام اي حاجه كنبيعوا الجرام ما عندناش نقول لك لا كتباع الموديل لا عندنا الجرام الجرام كلشي كنبيع لك الجرام كلشي الجرام عندنا حنا جي عندنا انا المعارف اللي كنتي هنايا بغيتي تتواصلي معنا مرحبا بك ان شاء الله هذا الثمن ديالو 4 مليون و40 الف ريال 4200 اورو السرتله ديال الليبرا الثمن ديالها فيها 75 غرام القياس ديالها 7 ها هي بغات حتى شي وحده ها هو
كاينه هاد السرتله هادي راه زوينه هادي هاد السرتله راه غزاله كاينه البراستيات ديال الاناناسه الثمن ديالهم كيديروا صافي انا ست الثمن ديالها كدير 8800 درهم 880 اورو 176 الف ريال هبه المنزره اختي باقي في المنزره المحل ولكن المنزره باقي حاليا ما كنديروش فيها اللايف حنا دابا حاليا دابا كاينين في المعارف في شارع نورموندي فين كاينين في المعارف حاليا هاد السلعه كاينه هنا الا عجبتك شي حاجه هنا جي عندنا هنا بغيتي انسيفط الى كانت المنزره قريبه لك راه نسيفط لك المنزره ماشي مشكل المحل اسراء كنتوجه اختي في المعارف شارع نورموندي في المعارف حدا مارشي تسليك القديم ولا حدا اوليفيري ديال المعارف اللي معروف حدا التوين المهم هادشي كامل قريب لينا دوزي ان شاء الله مارشي ديال 7000 درهم هنا واحد ديال 7000 درهم هذا 7000 قد قد ديال فان كليف هذا 8800 درهم 880 اورو 176 الف ريال هذا كاين واحد الكروميت زوينه وخفيفه الثمن ديالها حتى فين هي الثمن قولي قولي الثمن ديالها هنا بقيت فيها التيك هذه التيك ديال جات 110 الجرام شوف ها انت كاين هاد الكل ها لا بغوش كاين هاد الكولي هذا هاد الكولي هذا الثمن ديالو كيدير 30800 درهم ولكن